أغلق مؤشر بورصة مسقط عند مستوى 4699 نقطة مرتفعا ب 20.9 نقاط مقارنة مع آخر جلسة تداول وبلغت قيمة التداول أكثر من مليون وثلاثة 483 ألف ريال عماني منخفضة بنسبة 51.4% مقارنة مع آخر جلسة تداول وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية بلغت ما يقارب من 23 مليارا و530 مليون ريال عماني